بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انت عارفين يا اولاد خطيه ادم الاولانيه خدت من الملابسات بتاعتها والشجره والحاجات دي، لكن في الواقع كانت خطيه كبريه. انه ايه يعني؟ بعد ما كان ادم اللطيف اللي بيسمع كلام ربنا كل يوم الصبح كده، جه في وقت من الاوقات بص لنفسه كده لقى ان هو ممكن ايه يعتمد على نفسه، يستغنى على ربنا. ف النهارده احنا عايزين نبص لشخصيه داوود اللي هي مثل لينا ممكن نبقى كويسين خالص وممكن نبقى وممكن نبقى وحشين جدا. ف داوود يقول عنه الكتاب المقدس لما جه يختاره كان قلبه زي قلب ربنا، شخص وديع متواضع حلو خالص، ما فيهوش صفة من صفات الوحش أبدا. و الشخص المتواضع ربنا يسكن فيه، ولما ربنا يسكن فيه يبقى شخص قوي. يعني هي نقط ورا بعضيها كده، يعني داود ما اتخلقش كده قوي، لا ده داود اصلا حجمه صغير، شاب صغير بسيط، داود قلبه بسيط وطاهر ونقي محب لله. داود المحب لله عاش مع ربنا، ربنا سكن فيه او وقف معاه. هو بيقول كده في المزمور 15 وضعت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني كده تزعل. داود البسيط ده كان متواضع لان ربنا ما يسكنش غير في الصوت الشخص اللي انت حياه الشخص اللي متواضع. اكثر خطيه تخلي ربنا يبعد عن الانسان ان البني ادم منا يفترس نفسه شويه ويفتكر ان هو ايه هو كتير، ولما يتكلم كده يقول لك انا وانا وانا وساعات يبقى الانسان وحش للدرجه لما مثلا يكون راجل كبير كده ولا بتاع يقول ده انا اللي خلقته من لا شيء، ده انا اللي ربيته، ده انا اللي عملته. يا اخي قول ده ربنا اللي عمله وخلقه، يعني انسان يفتكر ان هو اللي بيعمل. او مثلا يجي يقول لا انا مركزي بس نفس الشارع، انا كنت زمان راعي غنم بسيط لكن النهارده انا ايه ما سمعتش واحد بس يقول كلمة خش لازم يجي يفلي تحت رجلي. فداود المتواضع البسيط اللي ليه شركة مع ربنا في حياة صلاة هو داود القوي وسر قوته لأن ربنا إيه معاه. لما جه الدب والأسد قتلهم، ولما جه كمان جلياس الجبار قتل. طيب هو داود ده زي ما بيقول القديس غرغوري بعينه بنفسه، هو داود اللي وقع الوقعه السودا دي وشاف واخد مراته ريا تحسي واساء الينا وربنا يقول له انت يقول له انت ايه؟ مين فاكر؟ يقول له انت ايه؟ يقول له انت احتقرتني، احتقرت ربنا. ازاي احتقر ربنا داود؟ قال احتقر ربنا لان ربنا عمله رئيس على الشعب ده فسلمه امانه.
قال له وريا الحسن ده تاخد بالك منه وبيته وولاده والشعب كله يعني. فراح هو اخد مرات الراجل من وراه، يعني هو احتقر مين؟ احتقر ربنا. او كمان ممكن يكون احتقر ربنا ازاي؟ ازاي حد يقول ده؟ مش ربنا بيقول انتم هياكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم؟ فممكن يكون لما عمل خطيه احتقر ايه ربنا اللي ساكن فيه. ممكن انا هقول بالنص هو قال ايه الصح. كان لو واحد كده يبقى معايا يعني صح صح كده يقول لي ايه اتناشر لماذا احتقرت كلام الرب اللي تعمل الشر في عيني؟ قد قتلت اريا حسي بالسيف وقتلت امرأة بلك امرأة وإياه قتلت بالسيف بني عمي. الخطية في الواقع احتقار ليه؟ لربنا. انا بكلم بالراحة عشان كل نقطة من دي لها معنى كبير خالص. الخطية احتقار لربنا، كلام صعب. في حد يحتقر ربنا؟ ده لو واحد احتقرك تزعلي جدا وتقولي ده بيحتقر. فاذا كان الاحتقار يبقى ربنا شخصيا ده يبقى كتير جدا. وبعدين ايه داود اللي خلاك ما تاخدش بالك من نفسك؟ داود الملك اللي الناس بتيجي تسكت تحت رجليه ما ابتداش ياخد باله من ايه؟ من نفسه. لكن كان داود الراعي الصغير اللي بيرعى الغنمات كان حلو ولطيف وبعيد عن الايه؟ عن الشر. الكلام ده موجه لينا احنا الكنيسه النهارده. ويمكن تقولي انا اتحسنت لما جيت الكنيسه كتير، ويمكن اقول بالعكس انت بقيتي اوحش لما جيت الكنيسه. قبل ما تيجي الكنيسه كنت غلبانه بسيطه كده وتقول يا سلام يا ريتني ابقى زي البنات اللي في الكنيسه الكويسين كده، وكنت حاسه ان انت بسيطه وكنت متواضعة قدام ربنا. عشان كده كان ربنا بيشيل عنك شر كتير. لكن بعد ما بقيت انت لك معرفة مع ربنا وكبرتي، جيت في يوم من الايام تستهتري وتحتقري ربنا وتعملي الشر. الثمرة اللي هياخدها داود فورا ان قوة ربنا هتروح منه. يعني عاوز اقول لك ايه، ممكن تكوني انت بنت صغيرة وتكوني قوي، يعني تكوني متواضعة وفي علاقة بينك وبين ربنا. وممكن انت تكوني اخدتي مركز في الخدمة وبقيتي كبيرة وتبقي ضعيفة وايه وقوة ربنا اتسرقت وتقعد خطايا كتير. عشان كده داود بيقول تذكرت الايام الاولى ولهجت في كل اعمالي يدي. بصوا يا اولاد الكلام ده ما يبقاش يعني مش ناظر. ده لغايه قريب كان فيه بطرس اما بطرس اتجوز. انا حكيت لكم الحكايه مره وبعدين في كل واحد يجي يبص على ايده يبص على ايده. فبعد ما كان متواضع قوي حس ان هو بقى ايه شخصيه كبيره، فابتدى يلاقي قوه ربنا بايه بتتسحب مني. راح تتسحب مني روح راح لابد عصيره. قال لي اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى؟ انا بقيت رئيس الكنيسه وبفرق كبير وخطيتي بقى كبيره دلوقتي هروح فين؟ قال له تصحى الصبح كل يوم وتغسل الكابينات بتاعت البطرخانه كلها وتسيقها
وبعدين تبقى تتحمى تتكفف وتلبس هدومك ثاني وتقعد على كرسيك والناس تحترم. فلازم يكون في حياتك من جوه حاجه تفكرك ان انت بني ادم زي بقيه الناس، وان انت ما ايه ما تتكبريش او تفتكري ان انت حاجه اكتر من غيرك. ليه بقى؟ غصب عنك انت بتعملي كده. كلنا يا اولاد بنعرف الانجيل، بتكثر معلوماتنا، بنحضر اجتماعات كتير، بنحس في يوم من الايام ان احنا بقينا احسن من الايه؟ من الاول. يعني انت دلوقتي جاي من سنه، جاي من سنتين، ما انت بتتحسني. انت دلوقتي معلوماتك، ما كنتيش زمان تعرفي حاجه. ده انا مره من المرات يعني ولو ان احنا تضحك يعني عمري ما كنت شفت بطرك، كنتش بطرك ابدا. فكنت في رابعه ثانوي زمان، جاي ثانيه ثانوي دلوقتي، جاي ثانيه ثانوي اه. فأول بطرة في اسكندرية قلت كويس نفسي بس عيني تشوف بطرة من بعيد كده. فقلت طيب اروح اشوف البطرة. قالوا لي الشارع ايه؟ النبي دانيال الباب بتاع الكنيسة. فرحت انا شارع النبي دانيال الباب الصغير بتاع المرقصية، فانا ما فهمتش كويس، كنت غريب عن اسكندرية. فلقيت منظر الباب بتاع معبد اليهود اللي قصادهم شكل كنيسة احسن. فدخلت لقيت الحوش فاضي، بس ده لازم المنظمة شوف ازاي عشان البتراء هنا. ودخلت ما بصيتش لا شمال ولا يمين، لقيت مدوني صعية سودا كده حطيتها على راسي وانا داخل. بس الله ليه كده؟ يمكن عشان البتراء هنا. قعدت في اخر صف، كان سنة 47 48 حاجة زي كده ولا 46 مش فاكر. كانوا بيرموا عنابل في حارة اليهود في الوقت كده، كان لسه حرب فلسطين على وشك يعني تبتدي. انا قعدت في اخر صف، ما كانش ليا عين افتحها كده عشان اقول شوف في هيكل ولا مفيش هيكل. دخلت كده على طول وصلت لشمس الصليب وقعدت في اخر صف. وهبقى اشوف البطرك بقى. وبسال الراجل اللي قاعد في ريحي بقول له ما شفتش هي دي كنيسه ايه؟ قال لي كنيسه ايه مش عارف. انا فهمت ساعتها بقى ان انا غلطت. جبت شعر الصعيه وطالع ايه؟ طالع جاري على طول. داوود النبي يقول تذكرت الايام الاولى ولهجت في كل اعمالي يدي. ده ربنا يسوع قال ان لم ترجع وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ايه؟ ملكوت السماوات. دلوقتي تروح تسلم على البطرك وتلف تاني تسلم عليه تاني، والواحد يقدر يقعد مع البطرك ساعه ساعتين دلوقتي ثلاثه وخلاص. لكن زمان كانت الهيبه والرهبه اللي تيجي للواحد حتى بس لما تخش عتبه الايه؟ الكنيسه. فحياتك ديت ممكن تتغير بسهوله جدا من جوه اذا ما خدتيش بالك منها. فداوود كان واخد باله من نفسه وكان فاكر نفسه بسيط. كان عنده حته عود صغير كده يضرب عليه التراتيل بتاعته ويقعد مع الغنم وفرحان بالغنمات بتاعته. الحياة البسيطة خالص خالص دي. انما الانسان دايما عاوز يبقى ايه؟ يبص للحاجات الايه؟ الكبيرة. كبر جوي بقى ملك. ابتدت الضوابط اللي جوه كلها ايه تتشال منه. ما بقاش يدقق في حياته الروحية زي الاول. ما بقاش يصلي صلوات اوقاتها. ما بقاش دقيق. ما بقاش بيحافظ على الغنمات. ده انت يا داوود غنمه واحده اسد قرب منها عملت فيه ايه؟ ضربت الاسد وموت. النهارده انت يا داوود انت اللي بتاكل الغنم، انت اللي بتاكل الايه؟ الغنم. البساطه راحت من حياتك وحلت محلها الايه؟ الكبرياء. عشان كده داوود سقط. ودايما يا اولاد انا اقول ايه؟ يعني انا كاتب عنوان من هو سقوط الجبابرة. يعني الجبار هو اللي ايه؟ اللي يقع. لكن على رأي رستم الرهبان اللي قاعد على الأرض هيقع ازاي؟ انت لو تقعد على كرسي تقع، لكن لما تقعد على الأرض هتقع ازاي؟ هتقع. فسقوط الايه؟ أظن لو قلت لداوود النبي وهو لسه بيرعى الغنمات بتاعته ممكن يا داوود تسقط السقطة دي ويقول لك استحيل ما تخسرش في حياتي.
من داود لسه ايه متواضع وبسيط. لكن داود لما بقى في المركز الكبير ده فنهار الواحد عاوز يعلق على ازاي يصلح الواحد كبريائي. افرض انت دخل الكبرياء فحسيت ان انت بقيت كويسه يوم من الايام كده، ازاي تصلحيه؟ مرة داود النبي كده اولا اللي ابتدى يصلحه ربنا من محبة داود، ابتدى مشاكل جت حرب في الجيش، ابتدت حاجات واحدة تحصل كده، حتى ابنه غلط مع بنته في وسط البيت، حتى ابنه عمل حرب ضده، كل ده على بعضه كسر قلب داود شوية. لكن اللي اكتر من كده بقى خلي بالك، وهو ماشي هربان ففي واحد اسمه سمع ابن جيرة، فسمع ابن جيرة ده شاف داود من البر الثاني بتاع السرعة ولا البحر كده، فقعد يشتم ويرم عليه تراب وطوب وبتاع، فالقائد بتاع الجيش قال له اسمح يا داود يا ملك هو الملك اسمح لي ان انا اروح اضرب الكلب ده، قال له اسمح لي انا اسمح للراجل ده يقعد يشتم فيا شويه لعل الله، لان الله قال له سب داود لعل الله ينظر الي ويرحمني. طب تقولي لي يعني عشان الواحد يتعلم الاستطاعه يشوف له واحد مثلا يشتمه؟ لا ما تشوفيش واحد يشتمه، لكن اذا جالك واحد يشتمك اشكر ربنا قولي ازاي بقى؟ طب بلاش يشتم، طب في البيت في وسط اخواتك، اختك شويه ايه بتتامر عليك، او اختك شويه انت بتشتغلي وهي بتلعب ما بتسالش عنك، او اختك شويه بتاخد النصيب الكبير وايه وما تسالش عنك، او عشان انت بنت شويه فاخوك بيتطول عليك شويه يقول الكلام باي، او ساعات مامتك بتفقد فيك، مش ده بيحصل؟ ايه موقفك قصاد الحاجات دي كلها؟ او ساعات تطلبي طلب وبابا يقف ضد فيك يقول لك لا تسال عنك، ايه موقفك في الحاجات دي؟ على طول تيجي عامله زي داود تقول يا ربنا قال للناس دولت يعملوا فيا كده، احسن يفيدك كلمتين يصلحوك ويزينوا حياتك من جوه. قول يا ابونا انت يعني مصبر الموضوع، اقول لك صدقيني ما في خطيه بتتسرب للانسان الا عن طريق احساسه بالكبرياء في ذاته هو بقى فيه، وانا بخاف عليكم ليه؟ انتوا بتكبروا في العلم والمعرفه والروحانيه وشخصياتكم بتكبر كل حاجه، فيجي وقت من الاوقات تقولوا ان احنا ما تجيش تقبلي، زمان كنت بسيط دلوقتي كل حاجه ما تقبليش واحده تكلمك بس تقول لك بنت ولا كرامتك حتى تتمسك حاجه، تعرفي ان الصوت دي قصتها واقعه قصتها واقعه، فعشان خاطر ربنا لما تجيلك حاجه كده تهينك شويه قولي احسن يمكن ربنا حب يعمل اتزان في حياتي من جوه. بصوا يا اولاد يقول كده كلام بس ما يتهمش، يعني ده الغاز اللي هقولها دلوقتي، احسبوه كل فرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب ايه متنوعه، يعني الواحد يفرح صدقوني يسالوني انا مثلا ككاهن وبحتك بناس ضعف تجارب كل واحد منهم يقول لي يا سلام يا ابونا التجربه دي جابت لي بركه كذا 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 الحياه الروحيه، التجربه دي خلتني احول اتجاهي بعد ما كنت ابتديت ابعد وابتدت ترجعني تاني. بالظبط بيقول الكلام بتاع داوود لسمع ابن جيره سيبوه يشتم لان ربنا هيعمل معايا خير بعد الراجل ده ما ايه ما هيشتم. خلاص انا طولت في النقطه دي، مهمه ولا مش مهمه؟ يعني تنبسطي لو انت تبقي صغيره بين اخواتك، تنبسطي تكوني الخدامة بتاعتهم، تنبسطي تكوني اخر الكل ولا اول الكل، ما تقعديش تفكري قدام غيرك ان انت احسن من غيرك،
خليكي زي داود البسيط عشان ربنا يحميكي من السقوط، بدل ما تبقي زي داود الايه الملك وتندب على وشك. يعني داود هو داود، بس الفرق بين الاثنين ان داود الاولاني كان راعي غنم وداود الثاني ايه ملك، لكن هو داود ما اتغيرش، مش اثنين داود. يمكن هو فلان هو فلان، ممكن تكوني داود راعي الغنم وربنا يحميك من السقوط ولا بعيد عني، وممكن تكون داود الملك وتاخد فوق دماغك. دي خطيه داود الثالث بالطريقه دي. عشان كده يا اولاد مهما برضه حصلت، احسن قضيه تتحل بيها في حياتك الصواب، خصوصا كبنت، احسن قضيه. وحتى بطرس الرسول قال ان لتكن زينتكن الخارجيه ليس من بصل الشعر والتحلي بالذهب، ها، ولبس الثياب الايه نامس، بل ايه الانسان اللي جوه القلب الهادئ الوديع الغالي الثمن امام الله والناس. يعني حتى من ناحيه الجماليه لما يلاقوا بنت متواضعه يقول البنت دي جميله، يعني بتديها قدام ربنا وقدام ايه قدام الناس. نرجع بقى لداود ازاي اللي حصل السقوط. هو السقوط 40 مفيش حاجه جديده. بيقول كده سفر التكوين ان ربنا ان الحيه جت لحواء وقالت لها الكلمتين اللي ايه دول، قالت لها صحيح ان ربنا، شوفي يا اختي كده بصي، فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ كذاب، أمر ربنا ما قال ما تأكلوش من شجر الإيه؟ شجر الجنة. قال شوفي حق شوفي كلمة كل، يبقى كذابة ولا مش كذابة؟ الحية كذاب، الشيطان كذاب. لكن قالت لها طب تعالي كده بس فرجي. قالت لها لا ده ربنا قال لها بلاش. قال لها بس تعالي تعالي اعملي ايه؟ فقالت الحية المرأة قالت لها لو كلت منه هموت. قالت لها ما تنسيش ولا حاجة، انا ما اعرفش ليه هي قالت لها ما تنسيش، ربما قالت لها ما تنسيش لان ربنا طويل البال وحنين ومش معقول على اكلة شجرة يعمل فيكي كده. وصحة الخطية الشيطان يجي كده يوصي الشباب يقول ده ربنا مش معقول يعمل حاجة بسيطة. الحاجة الثانية ان شكل اللي غريب بقى ان ادم وحواء كانوا بياكلوا من كل الشجر اللي في الايه اللي في الجنة، ما هو بشجرة. ايه رأيك بقى ان الشجرة دي كانت احلى شجرة؟ فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للاكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر. طبعا كون الشجرة جيدة للاكل وبهجة للعيون وشهية للنظر ده لسه ما دقتهاش. شوفوا بقى لقت الشجرة طعمها ايه حلو، طب دقتيها اما عبيطة صحيح، دقت الشجرة قالت ما دقتهاش، شهية للايه للاكل وبهجة للايه للنظر ومش عارف ايه للعين وشهية للنظر. وكل ما تبص شوية اكتر كل ما تلاقي الشجرة الكاميرا ايه حلو وتلاقي طعمها لذيذ والريق بتاعها ابتدى يجي. هو داود ما كانش عنده ستات، ده داود كان متجوز كتير لان في العهد القديم كان مصرح ليه يتجوز معاويه، ما كانش في قانون في العهد القديم يسمح له يعني كان مسموح ليه بتعدد الزوجات. لكن مرات اوريا الست دي كانت احسن واحده واحلى واحده، معلش يسمعوا الكلام البايخ ده ليه؟
ليه الجماعة الجيل الإسلامي بالذات كان نبيه جدا الراجل الشيطان نبهه للحتة ده، قال له ممكن انت تقدر تكسب الناس كويس لو اديت فرصة للراجل انه يتجوز اكثر من واحد، وده وضع طبيعي، كل ما تشوف واحدة احسن وكل ما تشوف واحدة غير مراته تبقى احسن من مراته، بعد ما تبقى احسن واخدها ويغير الثانية وهكذا. لما بيبشروا دلوقتي في افريقيا بيقولوا لهم كده، المسيحية بتقول لكم اعبدوا ثلاثة والاسلام بيقول لكم اتجوزوا ايه ثلاثة، اللون احلى اللون احلى واسهل، تعبدوا ثلاثة ولا واحد وتتجوزوا واحد ولا ثلاثة. طب نفسه تلاقي ايه ياخدوا السكة الايه لا الحقيقة ان الشجرة اللي هتاكل منها يا حواء انت وادم هتبقى مرة في بقكم، هتبقى مرة، وهكذا استطاع في الحية ان هي تخلي الاكلة تبقى ايه تبقى حلوة وتسيب المرارة للايه الاخر. مش ممكن تاكل حاجة يكون فيها سم وبعدين بعد ما تاكلها تقول اي بطني فيها مرض شديد، لكن كنت ساعة ما تاكلها كان طعمها ايه كان طعمها حلو. فاللي حصل ان المسيحية قدمت اكلة فيها مرارة في الاول لكن في الاخر فيها ايه حلاوة. العالم الجاهل قدم اكلة منظرها حلو وابتدت من جوه ايه تبقى مرة وتجيب مرض داخلي عظيم. نفس اللي حصل يا سلام نفس اللي حصل ايام ادم هو اللي حصل قدام ايه قدام داود. داود بس للست دي لا احلى من كل الستات بتوعه، مش احسن من كده، قال انت بالست دي داود بعدين جوزها يزعل، انا معلش مدام نتصرف طب انت ربنا يغضب، قال لا 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 ربنا برضو سامح يعني مش عارف ايه بعدين تموت. رد الشيطان قال له لن تموت. يجي للعهد الجديد المسيح ده قال ايه على الحته دي، قال سمعتم انها قيل في القديم لا تزني اما انا فاقول من نظر. ليه يسوع قلت كده؟ انت بتتعقد المسيحيه؟ لا ابدا، انا ببسطها خالص عشان خاطر من يوم ما اتخلق ادم لغايه النهارده الخطيه الاولى هي خطيه الايه؟ النظر، بعد الكبرياء النظر على طول. فانا بفطنها هنا بتخش الخطيه من هنا. فربنا قال كده في العهد الجديد خراج الجسد هو الايه العين، وكانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون ايه ميرة، وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون ايه مظلم. ايه رأيك بقى ان حياتك كلها هتبقى ضلمة اذا كانت عينك هتبقى ايه شريرة، وحياتك كلها هتبقى منورة وحلوة اذا كانت عينك هتبقى ايه هتبقى بسيطة، والعين البسيطة هتشوف كل حاجة حواليها كويسة وبسيطة، هتشوف زميلتك انها بتحبك، هتشوف الحاجات اللي في العالم دي ان هي حاجات يعني مغرية او ومش عارف. انا عندي احساس كده ان العالم النهاردة بيشتغل عن طريق العين، يعني مثلا معرفش على قد تفكير ان صح ولا غلط، وفيالك ان التلفزيون ده في البيت بالافلام بتاعته هو وسيلة الايه ما هو بيقولش حاجة ده بس العين بتبص، والعين تشبع من الصور لما تقول يا بس اكاد في مكنة جوه هنا في المخ هنا دكاترة يعرفوا طبعا، فالمكنة دي بتعمل نيجاتيف للصور بتصور الصور جوه ونيجاتيف دي سنها جوه، وهاتي بقى كل ما تحب تقعد طبعا فالمكنه دي بتعمل نيجاتيف للصور بتصور الصور جوه ونيجاتيف دي سنها جوه، وهاتي بقى كل ما تحب تقعد لوحدك كده شويه تبص تلاقي النيجاتيف دي عمال تطبع لك ايه صور،
بحيث ان انت يبقى جوه هنا فيه مكنة تحميض واخراج صور وتجديد بقى من سنين فاتت المخزن كله. وتقول يا رب ده الحاجات دي سبت عنها وبعدت عنها. والاكثر من كده كمان ممكن وانت نايمة المكنة دي تنها تشتغل ساعات ما تنام. تبص تلاقيك نايمة والمكنة دي بتشتغل تبص تلاقيها تعمل لك احلام. الانسان كده السفر فيكم لما يقرا الكتاب المقدس يفهم يا اولاد ايه طبيعه الانسان، لان الكتاب ده بيشرح طبيعه الايه الانسان. لما انت تدرسي طبيعه الانسان تقدري تستفيدي منه عشان خاطر هو ده اللي فيه العلاج النفسي. خراج الجسد هو العين، اذا كانت العين بسيطه الجسد كله يبقى ايه نايم، اذا كانت العين شريره الجسد كله يبقى ايه يبقى مظلم. في التاريخ يقولوا كده يا اولاد. درجه ان المسيح طبعا اخواننا بتوع الشريعه الاسلاميه يقول لك اللي ايه اللي يبني مش عارف ايه يضربوه كام جلده ولا يقطعوا له رجله ولا حاجه زي كده. المسيح قال لك انا اعترضت عينك ايه اللحة وكده بالقصر دي يا ربي. قال انا يا اولادي انا عرفت كويس وانا اللي خالق الانسان وانا عارف الشر هيصبته منين. ربطوا عينيكم لدرجة القلق نقلق لا ده كتير يا رب قال على كل حال بلاش تقلقوا اذا كنت انت عندك قوة الارادة تظبطوا عينيكم فانتوا كأنكم قلقتوها. يعني دام تقدر تظبط عينك يبقى انت قدرت تقلع. لكن اللي عاوز اقوله لك ايه؟ ما تديش فرصه لعينك ان هي تسرح شمال ويمين. ده في راجل راهب لطيف كده صار ظل بعتوش رساله من الدير لغايه البتراء في اسكندريه. فرجع قالوا له شفت اسكندريه؟ قال لهم شفت وسط البتراء. انا شفت واسكندريه شكلها ايه؟ قال لهم ما شفتش غير وسط البتراء في الدهون. والان بطلس لما مشي لما بطلس برضه طلع كده فكان قاعد عنده خص لطيف كده في ريح الايه في ريح البلد. خلاص لقى واحده ست كده عماله بتبصله قال لها مش تختفي يا ست انتي وانتي وانتي واحده امراه يكون عندك حشمه وتبصي في الارض. قالت له انا ما بصش في الارض. انت اصلك من التراب مفروض تبص للتراب اللي انت جاي ايه منه لكن انا جاية منك. المهم من الامن الصوميش اخد الكلمتين دولت قال مفروض انا عشان ابص للايه لتحت. وكان يتعلم من الكلمتين اللي علمتهم للست ديت لغايه طول حياته. فبص كده وقوليها كده من قلبك خراج الجسد هو الايه العين. يعني حياتك كلها بتنورها العين وحياتك كلها تخربها العين. حياتك كلها تخربها العين. وصدقوني ساعات حاجات بقى تبقى فظيعه. تبص تلاقي الانسان النهارده ايه؟ ايه اللي ساعد البيوت بتاعتنا حتى المسيحيه؟ حب المظهر والعين تبص لده وتبص لده واسمعنا ده عنده احسن ويبتدي الانسان تبقى عينه فارغه ويبص لحاجات صغيره. وحاجات غريبة جدا جدا جدا. طبعا المسيح كان واضح خالص قال خلي بالك من عينك لان الخراج الجسد هو العين. اما الانسان اللي يضبط عينه بقى هيبقى انسان ايه؟ انسان ايه؟ قوي. قوي ولا ضعيف؟ قوي. لان سمعان الخراج لما الست جات له قالت له قعدوا تكلموا كلام فاضي قال لها ايه اللي عجبك فيا؟ قالت له اللي عجبني فيك عينك. قال لها طيب كان هو بيشتغل الجزمجه كده ليه ماسك الايه؟ المخرج اللي بيخرج بيه الجزم وليه حطه في عينه؟ ليه مخطيه؟ لكن كرشه وهرب وخلصت الحدوته على كده. جت بعد كده المعز لدين الله الفاطمي راح لمين؟
للبكرة أنبا برام مثال على البكرة 62. كان في وزير يهودي خبيث راح له قال للجماعة المسيحيين دول كلامهم غلط. ده عندهم آية بتقول إن كان حد له إيمان زي حبة الخردل يقول للجبل انتقل إيه؟ فانتقل. فإحنا عاوزين إيه؟ بنقول جبل الناقم ده شوية عشان تدفع البلد وعاوزين البطرة فين اللي هو جاب البطرة. قال له عندك آية بتقول كده؟ قال له عندنا. قال له يلا وريني. بطرة تروح يعيط. قال له جيلي فرصة ثلاث أيام صار. الست العترة جات له الثالث يوم قالت له اسمع الجبل هيتنقل هيتنقل ما تخافش بس انت خليك انت اللي تنقله عشان الوالي المعزل دي اللي هتعطيني والفكر هي ان الحكايه بالبطرة يعني عشان بطرة راجل كبير يعني فخلي قال له واحد فهتختاري مين؟ سماك مثلا قسيس واحد يعني من الناس المعروفين. قالت لا انا ربنا حاطط عينه على واحد قوي جدا 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 يقدر ينقل الجبل مش اي واحد ينقل الجبل. قالت له مين قوي ده اللي ينقل الجبل؟ قال لها اللي قلع عينه. يعني ربنا قال له اللي قلع عينه ده ورع الراجل اللي قلع عينه لو مش معانا. تعال حكايتك ايه؟ قال لهم حكايتي كذا كذا. قالوا له هو انت اللي هتنقل الايه؟ الجبل. وثاني قلت لك في اول الكلام ان الانسان ممكن يكون قوي لما ربنا يبقى معاه وساعة ربنا هيتسحب منه يبقى يساوي ايه؟ مفيش حاجة. شفت بنت صغيرة لكن ربنا ساعة ما يبقى معاك تبقي جبارة. ساعة ما ينسحب منك تبقي ما تساويش ولا التراب اللي انت جاية منه. ونعل الجبل واخد بالك ازاي؟ واتهز الجبل من مطرحه وعلى حس المعجل دي الله فاطمي آمن ولغايه النهارده في كنيسه ابو سفين في مصر لما تخش الكنيسه تلاقي على ايدك اليمين في حته كده مبنيه بالطوب كده زي ما تكون كانت باب صغير ومسدود لانه كان بيخاف يخش المعجل دي الله فاطمي يخش ايه يخش الكنيسه فراح بنى الزاويه لازقه في الايه؟ في الكنيسه فيخش يصلي في الزاويه ديت ويعزلها المفتاح معاه وعامل فيه باب بين الزاويه وبين الايه؟ بين الكنيسة يخش الزاوية دي ويجي داخل منها على الايه؟ على الكنيسة والصلاة لغاية دلوقتي الباب مازال ايه؟ موجود. فاهم الحكاية اللطيفة دي؟ اهو ده اللي نقل الجبل الايه؟ المؤثر. وإذا كانت عينك بسيطة هتبقي قوية. إيه رأيكم؟ أدي خطايا داوود كلها. وأدي كلام ربنا يسوع المسيح. تيجي يا أولاد النهاردة نبقى أقوياء بالمسيح خلاص بسيطة بقوة يسوع عينينا تبقى بسيطة. ودلوقتي سيدنا البطرس اشترى حتة أرض في جبل المعرض وبيبنيها كنيسة. وبنيها كنيسة باسم مين تفتكرون؟ باسم الأب أبراهام ابن سارة عبيد بابن سمعان باسم سمعان الإيه؟ الخرج. والجامع اللي هناك لغاية دلوقتي لما تشوف المبنى تحته مش مبنى جامع مبنى كنيسة كده منارة كنيسة. هي كانت كنيسة صناعة الخراج أصلا في جبل المعصم الجامع في جامع على أعلى جبل المعصم كده موجود لغاية النهاردة. تلاقي المبنى بتاعت الشكل بتاعت الكنيسة كده الغنطوطة كده ده أصلها كانت كنيسة صناعة الخراج. مالك ده احنا برضه هنبني له برضه ايه كنيسة تاني باسم سمعان الايه الخراج. يعني هيتم سمعان الخراج ده على أعلى حتة في مصر. شاهد على آية المسيح خراج الجسد هو الايه العين. حتى كان يفتكر يا اولاد ان سمعان الخراج كده يعمل هذا العمل المجيد كان من قيمة 10-15 سنة كده. كان في كتاب صغير كده كان اسمه أبولس نقل جبل الايه معصم وكان بيتباع وكان عند حد عنده الكتاب ده هذا حصلت على فكرة. راحت المباحث العامة لمته من كل الايه المكتبات وخبت. طب وايه يعني الكتاب ده؟ ثبته عشان ايه؟ عشان قال المعزل دي مثلها الفاطمة والكلام ده؟ طب ما موجود في التاريخ. انا قلت لا ده الشيطان اصل هو اللي ثبت الكتاب ده. وقال الكتاب ده بيتكلم على العين الايه؟ البسيطة بتاعة سمعان الايه؟ الخراس وقوة الانسان المسيحي في تنفيذه للوصية بتاعة المسيح. فاتجمع الكتاب ده واتحرق. ما حدش قادر يطبعه لكن هنطبعه ان شاء الله. وكده فكرونا. نقطة أخرانية عشان ما تقولش
داود كان معجوز شوية صغيرة بس عالج الموضوع علاج غلط. داود كان في وقتها في حرب، ودام في حرب تبقى نفسيته من جوه ايه؟ مقبوضة، زي ما تكون انت بضيقة مثلا، او زي ما تكون انت ايام الامتحانات، حتى تبقي نفسيتك ايه؟ مضطربة شوية. فداود كان نفسيته مضطربة لان كان في ايه؟ حرب، والفلسطينيين كانوا سادين حلو. طيب يا داود، لما انت تبقى في وقت حرب وفي ضيقة كده تعمل ايه؟ نشوف الكتاب المقدس يقول ايه. اما سرور احد كان ايه؟ قال احزين احد كان ايه؟ قال يصل. يبقى انت كان يا داود في الوقت ده مفروض ايه؟ تصل. ايه اللي حصل لداود يا اولاد؟ وحتى تفتحوا دمك شويه. اللي حصل لداود انه في وقت الضيق بتاعه بقى عنده فراغ، فطلع ايه؟ يتمسح على السطح. دي انا بسميها يعني دلوقتي يتمسح في محطة الرب. فراح داود يلف على السطح كده ويدخل الابواب والسراديب ويلف. فهو عمال يلف ويبص وقع. شوفوا بقى يا اولاد، الجراج دلوقتي عمال تتكلم عن الفراغ بتاع واحد الصيف وبتاع. انا قلت اكثر من مره انا حدث ما وقت ايه؟ فراغ. قولي كده قدام ربنا وشاهد عليك النهارده ان انت ما عندكش وقت فراغ، وانت عندك الكتاب المقدس لو ما مسكتيه تلخصتيه من اوله لاخره مش هيقضيه صيف. انت عندك وقت فراغ؟ خلصت صلواتك وخلصت تلخيصك للكتاب المقدس؟ مالك بتتسكعي بقى؟ هتتسكع هتقعد. داود قعد يتمشى. ليه يا داود عندك وقت فاضي؟ داود بتاع زمان الحلو اللي بيقول اما انا فصلاه، اما انا ايه؟ فصلاه. داود اللي بيقول سبع مرات في اليوم سبحتك على احكام ايه؟ عدلك. داود صاحب المزامير اللي قاعد يترسل طول النهار. النهارده داود عنده فراغ والجيش بتاعه تعبان. فراغ يعني وراه في تشجيع، وراه في سقوط على طول. كل لحظة في حياتك امليها، خليك ناصح. احنا دلوقتي عاوزين بناتنا واولادنا يكونوا اقوياء، وانت مش هتكوني قوية الا لما هتسد الفراغ اللي في حياتك. النهارده كل اللي بيستشعروا في الشوارع دولت عندهم ايه؟ اصل اجازة فراغ. ينزلوا يتفسحوا شوية، يشموا هوا شوية، ياكلوا جميلة من عند صابر، اي حاجة. وهم في السكة وصفتهم الحية وتحللهم الشجرة والثمرة وتعمل لهم ايه؟ نيجاتيف في مخهم من جوارهم. انت خلصت كتابة المقدس، خلصت الصلاة، بتعملي خدمة، بتيجي تدرسي دراسة عفة في الكنيسة، اخدت كتب تاريخ الكنيسة تقري تدرس فيها. ده مفيش يوم في الكنيسة النهاردة بالذات عندنا في هنا هوت، يوميا كل يوم بعد الظهر هتلاقي فيه دراسات وفي حاجات كنيسة. وهل انت خلصت تلخيصك للكتاب المقدس اللي احنا اتفقنا كده؟ وهل انت بتخدمي بتدوري على صحبتك البعيدة عن ربنا؟ فين الفراغ في حياتك؟ وهل انت بتصلي في كل وقت؟ فخطية داود سببها ان هو كان بيتسكع على السطح لان كان عنده ايه؟ فراغ. لكن احنا بنعرف يسوع ما عندناش ايه؟ فراغ ده يبقى عند ناس تانيين. انما احنا الفراغ مفيش فراغ لان احنا مليانين من جوه بالمسيح. لله المجد الدائم ابدا.